السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان كما كتشوفوا؟ اليوم نشارك معكم الغديوه ديالي. ها انتم الدجاج بالاعشاب، ها انتم كما كتشوفوا عندنا ربيع، اصبروا مع الفنوس طوقين، جوج دريسات ديال الثومه هي كيرقص برا، حبوب شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، الخرقوم عود والملح. هانتوما عندنا وريقه الدرن، شويه ديال الازير والزعتر، راه كيجي غزال وهو كيطيب في الفران والريحه خارجه منه. عصير حامض واحد المعلقه كتهششو، جوج معالق ديال الياغور الطبيعي بلا سكر، زويته بلدية، يجي غزال البنات. العائلة كاملة كتاكلوها عندي، هي اللي قالوا لي شاركيه معانا، اليوم غنشاركو معاكم، غنشارك معاكم الغديوة ديالي كاملة اليوم، غديوة على قد الحال، أي واحد يقدر يديرها. هانتوما شوفوا التتبيلة كي دايرة. السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين؟ كيف داير البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس؟ بالاعشاب ضروري تجي تصوري معايا، تكوني معايا. قلت لها صافي هذا طيش الشغل ديالي، انا وجدت غداتي وعاد جيت لعندها، دابا راه كنصور لكم، نتمنى لكم كيجي غزال بزاف، كيجي زوين وديك النسمه ديالو كتحمر. هانتوما كيما كتشوفوا هي داك البصيله هنا في الطاوه، هانتوما الدجاج الواحد على قد الجهد ديالو على قد العائله اللي كاينه. هانتوما البنات كنبغي ندير بيديا باش كنخلط مزيان، جربوه راه كيجي غزال انتما كيما كتشوفوا. ها ومن الاحسن هاد الدجاج يترقد بالليل اولا ساعه اولا ساعتين قبل، ما ترقد كيجي احسن. المهم حنا دابا غادي يترقد وغادي يبقى بلاتي شويه واحد ساعتين عاد تشعل ليه في الفرن، ندخلو للفران غادي يترقد دابا وتخليه، تغطي بالالومنيوم وتخليه حتى على الاقل واحد ساعتين، ياك اختي بشرى واحد ساعتين بحال هكاك. اما لاباس كيجي غزال، كيجي حاجه اخرى هادي، هو اصلا كتغطي بالالومنيوم كتبعد كتعري باش كتحمر. دابا غادي يترقى يبقى واحد ساعتين عاد تشعل عليه باش تكون العطريه كي كتدخل فيه وكيجي جديد كيجي فتيح. ممكن واحد يزيد حتى معلقه د لاموطارد دابا ياك؟ اه نعيم ما عنديش، راه كنديرها ولا هريسه، هريسه انا كناكل شي حار، كياكل الحار ممكن يدير معايا قد الهريسه، معاهم الهريسه ديال الدار ان شاء الله. هانتوما البنات قد لا مطرز تو يجي حاجه اخرى عاوتاني، هانتوما العطريه كامله نزيدها هنا وهنا. هانتوما البنات كيما كتشوفوا هاد الخضيره غادي نفورها وغادي نسوطيها وندير شليضه ونصايب معكم واحد العصير كيجي غزال. هانتوما تابعوني، من بعد ما شرمناه خليناه واحد شويه، حنا ندخلوه للفران ساعه الا ربع ساعه، ايوا ملي نجبدو نتبعو معاه. هانتوما البنات كيجي كيجي غزال، الريحة خارجة منو ديال الأعشاب، هانتوما مشهيتكم فيه. كيجي غزال غير جربوه. هانتوما المعدنوس التويمة راه مكيتشحرو، نديرو الخضيرة ديالنا هانتوما.
الخفيف شويه هي الخضيره العطريه. نقول لكم شنو هذه الخضيره كيف كتجي، كتجي غزاله. هانتوما كما كتشوفوا اليوم شاركت معكم الغديوه ديالي كامله. هذه الشليضه راه كلشي كيعرفها، ديال الخيار والمطيشه والخص والبجل. هذه الباربه، هذه هي الخضيره اللي صبيت معكم. هذا هو العصير ديال الكيوي مركز الحامض. وهذا الدجاج، الدجاج راه ما نقول لكمش عليه كيجي، كيجي غزال. بالنسبه لهذا العصير فهو كيتكون من كاس ديال مركز الحامض، ثلث كيسان د الماء، ربعة الكيويات. اللي ما عندوش الكيوي يدير اي فاكهه، ماشي بالشرط على كل الكيوي. بالصحه والراحه، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديالنا.